السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمرضى اللي بيعانوا من نزيف دوالي المريء وتليف الكبد، معلومة مهمة جدا عايز اقول لكم عليها في غاية الخطورة. كنت مع احد المرضى فقال لي ان هو كان جاله دوالي مريء وان هو كان نزف ونزف شديد جدا، وبعدين راح لدكتور. لما راح للدكتور ده وقعد انتظره في العيادة وعمال ينزف ومستني ميعاد الكشف بتاعه وبينزف جامد، وبعدين دخل للدكتور قال له انا عندي نزيف بدون اشعه بدون تحاليل بدون اي حاجه، قال له تاخد الابر دي دلوقتي فورا، وراح كتب له على الابر ووداه يقول له لو حصل بقى ليك نزيف تاني تطلع على المستشفى. ده طبعا انا بعتبره الموت البطيء، يعني انت بتقتله، انت كده بتموته، يعني مفيش حاجة اسمها الكلام ده في الطب خالص يا جماعة. يعني ما ينفعش ابدا يحصل في الطب حاجة زي كده، دي جريمة. يعني انت دلوقتي واحد بينزف دوالي مريء، ما تروحش، انت غلطت والدكتور كمان غلط في حقك وانت غلطت في حق نفسك، اطلع على مستشفى. اي حد بينزف اطلع على مستشفى، اي حد عنده ولم في صدره يطلع على مستشفى. انت في العيادة، العيادة دي اسمها الكولد كيسز. يعني الكولد كيس يعني ايه؟ الحالات اللي هي العادية الطبيعية، يعني انت رايح بتتابع حالة سكر، بتتابع حالة ضغط. يعني حتى لو عايز اقول لكم حاجة، حتى لو جالك مغص كلوي اطلع المستشفى. هتروح العيادة تعمل ايه؟ العيادة دي ما فيهاش امكانيات، اي عيادة طبية ما فيهاش امكانيات. والمشكلة ان ما عندناش الثقافة اللي هو تقول له ايه انا مش هقدر اعملك اطلع على المستشفى. لا الدكتور بيوافق عن بيقول لك مثلا لا انا ما اقدرش اعملك حاجة، وانت في نفس الوقت ما عندكش ثقافة ان انت تتقبل من الدكتور ان هو يقول لك انت هتسيبني كده. لا يا عم، ما انا ما بنصحك اقول انك تطلع على اقرب مستشفى. الا بقى اذا كنا في حتة مقطوعة وما فيهاش مستشفيات ومضطرين ان احنا نتعامل. كده بتكلم على واحد قاعد في القاهرة في وسط مستشفيات الدنيا كلها. فطبعا مفيش حاجه اسمها انا هديك خد العلاج ده وتروح، ده في غايه الخطوره. وطبعا قال لي الحمد لله خدت الابر فكت. ابر ايه اللي فكت بس؟ ده تركيب الكانولا اللي هي الابره اللي في الوريد دي، دي اسمها لايف سيفنج. يعني انت لو ركبت الكانولا بتاعتك دي لايف سيفنج، يعني انت انقذت حياته. يعني شوف تركيب الكانولا لسه ما اديناش اي حاجه خالص. وطبعا انك تحافظ على الوريد دي رقم واحد في الطب، وانك انت تبدا تركيب المحاليل ليه وتعوضه بالحاجات معينه، وتبدا تبعت كروس ماتشنج، تبعت تاخد عينه دم وتبعت للدم عشان يجهزوا اكياس دم ليه. هو ده شغل الطب الصح. يعني انا هقول لكم السيناريو الصح والسيناريو الغلط. السيناريو الصح نزيف دوالي مريء، راح المستشفى. خلينا نبدا الاول، راح العياده، راح العياده قال له كذا، ده بيقول لي ان انا دخلت الحمام رجعت دم، مليت قعده الحمام دم لدرجه زوجته كانت معاه عماله تعيط ومنهاره وهو كان منهار. والتاني قال له لا ما تقلقش خالص، خد الابر دي وروح البيت، هتاخدها في اي مكان وتروح طبعا. يعني مش عارف اقول ايه بصراحه، ان انت مش متخيل يعني ايه الكارثه اللي كانت ممكن تحصل. ربنا سترها معاه فعلا ان هو ما جراش حاجه، بس نفترض كان في نزيف بقى داخلي ودوالي تحت خالص وكان في مشكله كبيره، وهو لا بتشخيص ولا باي حاجه خالص، وابتدى يدخل في نزيف داخلي، وهو بعد ما روح البيت على ما جه يقوم بقى عشان يروح المستشفى تاني كان هيكون مات، ما كانش هيتلحق خالص. لا دي بقى انا بعتبر ان المريض يعني اساء لنفسه والدكتور كمان ما ساعدوش، رغم ان هو بيقول لي ده الحمد لله وبيدعي. قلت له لا تدعي ايه، يعني الوضع مش حلو خالص كده. الصح بقى ايه؟ انا بروح مستشفى زي ما كنا مثلا في معهد ناصر او في مستشفيات كتير، اي مستشفى دون ذكر اسماء. كان على طول العيان يخش تاخد الفايتال ساينز اللي هي العلامات الحيويه، الضغط، نبض، حراره، مش عارف ايه، بيتركب. وهو كل ده بفريق كامل شغال بيتركب. وعايز اقول لكم حاجه، مستشفى حكومي يا سيدي، ما تروحش مستشفى خاص. وطبعا هي مش كل المستشفيات، انا مش هبقى مثلا انا معاكم ان مش كل المستشفيات فيها الامكانيات، لا، المستشفيات الكبيره اللي هي المركزيه في الدول. طبعا اللي انا بقوله ده كتير هيعلق يقول لك يا عم انت بتتكلم في ايه، ما ده في اماكن ما فيهاش خالص خدمات، ده في اماكن كذا. احنا بنقول لو اتيحت لك الفرصه انك تروح مكان زي كده. فمكان زي ده مثلا في بيعمل ايه؟ بياخد العينه
يتعمل كروس ماتشنج. انت مش عرفك ان انت يعني انت دلوقتي الدكتور اللي اداله ابر وضيع عليه فرصه ان هو ممكن كان ممكن يموت في لحظه يعني لولا ستر ربنا بيه وبحاله. لانه انت دلوقتي بتعمل ايه؟ بتركب الكانولا، تركب اي حاجه بيسموها المحلول. طبعا المحلول مش بنركب محلول اي كان، لان في حاجه اسمها دايليوشنال زمايلنا الاطباء نيمي، يعني احنا ما نديش ميه، الدم اتفقد لازم ياخد دم، فبنحفظ الوريد بالمحلول ده، وبناخد عينات الدم كامله، وبناخد هيستوري من المريض كامل علشان نتاكد ان هو ما عندوش اي مشاكل تانية، النزيف ده سببه ان هو دوالي مريء ولا لا. وخلال الفتره دي والدم بيتجهز وكل حاجه، بيتعمل مانوفرز كتير، ده بيتعمل حاجات كتيره جدا، في سانج ستيكن تيوب، وفي حاجات بتتعمل، وفي حقن ابر بتتاخد علشان توقف النزيف، وفي حاجات كتيره جدا. هيجي حد يسالني يقول لي طب يا دكتور انا في البيت راجل مش دكتور وما اعرفش اي حاجه خالص، اعملها لغايه ما ان انا اروح يعني مستشفى، في حبوب الاندرال وفي البريمبران، هتتصرف ازاي؟ هتدي امبولين بريمبران والاندرال اللي هو بتاع اللي بيتاخد ليقلل ضغط الشريان اللي هو بتاع الكبد، اللي هو الدوره الدمويه بتاعه الكبد. فده الاندرال والبريمبران ده اللي بيتاخد، وطبعا انت مش هتقدر تعمل حاجه اكتر من كده، وبتحافظ على قد ما تقدر على ثبات المريض النفسي. العياط والصويت اللي بيحصل في البيت والرعب اللي انت بتشوفه ده ممكن يعمل جريمه في حق المريض، والمريض يروح فيها بسبب التوتر العصبي، ان التوتر ده هيزيد النزيف مش هيوقفه. تخيل الزوجه عماله تصوت وانت عمال تصوت، والامور كده هتخرج عن السيطره. هدوء، اول حاجه اتصال بالاسعاف، ما كانش متاح. طبعا الناس هتقول لي انت بتتكلم في عالم تاني، هقول لكم خلاص اي عربيه هتاخده وتروح على اقرب مستشفى ايا كانت المستشفى دي امكانياتها ايه، انا واثق ان هو هيبقى لايف سيفنج على الاقل خالص، هيركبوا له كانولا ويدوا له محاليل على ما يبدا يتنقل لمستشفى ومركز متخصص. المنظار طبعا وحقن دوالي المريء هو الحاجه الاساسيه، ودلوقتي على ما اتوقع ان موجوده الخدمه دي في اماكن كتيره خاصه وعامه، ودي اماكن بتحافظ على يعني لايف سيفنج، ان احقن على لغايه ما نشوف القصه ايه سببها. لكن كون ان انا اقول له خد الابر دي وروح، واذا نزفت تاني، ده الكلام ده ما بيحصلش يا جماعه خالص في اي حته في الدنيا. في حاجه اسمها اذا نزفت تاني ابقى تطلع على مستشفى؟ زي واحد عنده جلطه في القلب، طيب خد الحبايه دي وشوف، هو انت عشان اراضي المريض او لا ابسطه ولا ما زعلوش مني ويقول عليا دكتور شاطر اضحك عليه؟ لا، اطلع على مستشفى فورا، تستناش انت عارف ايه اللي فيها؟ نزيف دم، انت عارف ايه اللي بيخرخر ده؟ هل هو شريان؟ هو ممكن مش دوالي مريض، ممكن حاجه تانية فاتحه واحنا مش عارفين. فالاخطاء دي خطا خطيره جدا جدا يقع فيها مريض التليف الكبد. ارجوكم تليف الكبد، انا شايف طبعا الحالات قلت شويه عن الاول، لكن طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى والحمله اللي اتعملت علشان علاج فيروس سي، يعني دي حاجه كانت كويسه جدا. والتليف احنا مش عايزين نوصل لمرحله تليف الكبد. تليف الكبد يعني استسقى، يعني دوالي مريء، يعني مشاكل في النزف والتجلط. وطبعا النصيحه للناس اللي انا كنت قاعد معاهم وبنتكلم في موضوع الدوالي المريء والنزيف، بيشربوا حلبه كتير وكركم كتير وثوم، الحاجات دي كلها بتزود النزف في الجسم. ارجوكم بلاش الحاجات دي في موضوع النزف والتجلط يا جماعه، لان ده احنا بنوقف شرب الحلبه قبل العمليه الجراحيه باسبوعين. الناس متخيله الاعشاب جميله وزي الفل وما قلناش حاجه، بس ده يوصلك لمرحله زياده النزيف. فطبعا هم اتفاجئوا كده، بقول لكم ابحثوا، اكتبوا كده الاعراض الجانبيه للثوم والحلبه والكركم، هتلاقوا ان هو مشاكل في النزف وسيوله الدم. انا طبعا اتمنى ان انتوا يعني تفكروا شويه، الامرجنسي الطوارئ الحاجات الطارئه غير خالص الحاجات اللي عنده ورد وعنده كحه ورايح يروح لدكتور في عياده. الطارئ ده انت رايح لدكتور هتعمل ايه؟ اطلع بسرعه على مستشفى.
أرجوكم أرجوكم أي حد يتعرض لأي حاجة طارئة في حياته يطلع على المستشفى، مفيش حاجة اسمها عيادة لعلاج الحالات الطارئة. تحياتي لحضراتكم وأتمنى ليكم الصحة والعافية.